ونبقى مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ولكن بعيدا عن صراعاته مع الديمقراطيين، ماذا عن فكره الاقتصادي وكيف سيدير أمريكا اقتصاديا؟ معك أسامة، نتطلع إلى المزيد من التفاصيل حول خطته الاقتصادية في المرحلة اللاحقة. بالفعل يا جيلان، دائما ما كان يركز ترامب على خطته الاقتصادية وعلى الحديث عن الاقتصاد ومستقبل أمريكا الاقتصادي، إضافة إلى ذلك طبعا نائبه الجديد جيدي فانس الذي يبدو أنه يمتلك كذلك رؤية اقتصادية متوافقة إلى شكل كبير مع الرئيس الحالي أو الرئيس السابق دونالد ترامب. في حال طبعا عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددا، فإن مصالح الطبقة العاملة ستكون في صلب اهتماماته الرئاسية، لكن السؤال هو كيف؟ المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس قدم هذه التعهدات عبر التأكيد على انتهاء ما وصفه بزمن استيراد العمالة الأجنبية وبدء مرحلة المكافحة من أجل المواطنين الأمريكيين ووظائفهم وأجورهم كذلك، كما تعهد أيضا بالقضاء على الهجرة والاعتماد على العمالة الأمريكية. هذه الرؤية تأتي ضمن أجندة ترامب فانس الاقتصادية التي ستشمل كافة المجالات بدءا من التجارة العالمية ووصولا إلى الضرائب على الشركات بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. أما فيما يتعلق بالتوترات التجارية لأمريكا سواء مع حلفائها الأوروبيين أو الأسيويين، يعتقد محللون أنها ستشتعل مرة أخرى لاعتزام ترامب طبعا فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات. أما على الصين فهناك يعتزم على فرض ضريبة بنسبة 60% على البضائع الصينية. في حال تم انتخاب ترامب رئيسا مجددا، توقعت صحيفة فاينانشال تايمز أن يبقي حزمة خفض الضرائب دائمة للشركات والأفراد بعدما أصدر حزمة مماثلة بقيمة تريليون و700 مليار دولار في عام 2017. هذه الحزمة التي ستنتهي صلاحيتها كذلك العام المقبل. المرشح الجمهوري يسعى كذلك إلى خفض أسعار الفائدة للشركات من المستوى الحالي البالغ 21%.